لويس بيير أوجان سيديو. هو المستشرق والمؤرخ والمحامي الفرنسي الشهير. ولد عام 1808 في باريس، وهو الابن الثاني لجان جاك إيمانويل سيديو الذي كان مستشرقا وفلكيا. تعلم على يدي أبيه اللغات الشرقية والرياضيات، ثم حصل على ليسانس من جامعة باريس، وعين مدرسا للتاريخ في المدارس الثانوية في باريس عام 1831، وحصل على ليسانس في الحقوق. ألف بحثا في الآلات الفلكية عند العرب نشرته أكاديمية النقوش والآداب، وهو صاحب كتاب تاريخ العرب الذي ألفه في 20 سنة، باحثا في تاريخ المسلمين وحضارتهم العظيمة ونتاجهم العلمي الغزير. يقول في كتابه تاريخ العرب: لقد استطاع المسلمون أن ينشروا العلوم والمعارف والرقية والتمدن في المشرق والمغرب، حيث كان الأوروبيون إذ ذاك في ظلمات جهل القرون الوسطى، ولقد كان العرب والمسلمون بما قاموا به من ابتكارات علمية ممن أرسوا أركان الحضارة والمعارف، ناهيك عما لهم من إنتاج وجهود علمية في ميادين علوم الطب والفلك والتاريخ الطبيعي والكيمياء والصيدلة وعلوم النبات والاقتصاد الزراعي وغير ذلك من أنواع العلوم التي ورثناها نحن الأوروبيين عنهم، وبحق كانوا هم معلمين والأساتذة لنا. إذا نظرتم إلى ما قد نسخ اللاتين عن العرب في البداية، نجد أن جاربرت الذي أصبح فيما بعد البابا سيلفستر الثاني جلب لنا العلوم الرياضية التي تدرس في الأندلس ومصر في الفترة ما بين 359 للهجرة الموافق ل 970 للميلاد إلى 369 للهجرة الموافق لعام 980 للميلاد. رسالة السلام. رسالة السلام تقدمها رزيق حملاوي بقلم جمال رشدي.